مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة، معي في الاستوديو المرنم الحلو منير حبيب. دي قصة حياتي ضامنها في ايدي، شايفها يوماتي غلوتي عليه. دي قصة حياتي ضامنها في ايدي، شايفها يوماتي غلوتي عليه. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيه. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيه، الحلوة اللي فيه. برحب بيك عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بشكر رب لأجل كل مشاهد ومشاهدة بيتصلوا معانا، سواء بالاتصال التليفوني أو رسائل الاس ام اس التليفونية، أو عن طريق البريد، أو عن طريق موقعنا. زوروا موقعنا www.livestorytv.com، هتقدر في الموقع تحمل كل البرامج صوت وصورة، طبعا تقدر تحمل الكتاب المقدس وكل الترانيم الجميلة، وهتلاقي ندوات، وهتلاقي يعني أكتر من شيء تقدر تشارك فيه وتدينا رأيك، لأنه لا نريد أن البرنامج يكون من اتجاه واحد، بل من اتجاهنا ومن اتجاهك عزيزي المشاهد. من ضمن التعليقات الجميلة اللي جات على موقعنا من عماد، للأسف ما ذكرش اسمه بالكامل، عماد بيقول: أشكر فريق حياتك في قصة للإبداع في إخراج هذا العمل، وبنشكر رب لأنه فيه صدقوني عدد كبير خلف الشاشة، يعني أنت بتشوفني أنا وبتشوف أخويا المرنم منير، لكن عدد كبير جدا من خلف الستار يعملون في إخراج وإنتاج هذا العمل، في إخراج هذا العمل إلى النور. منذ زمان وأنا أحلم أن أشاهد مثل هذا العمل، لقد تحقق حلمي على أيديكم. شكرا 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 يا عماد لأجل كلامك المشجع، وفرحتنا أني برنامج حياتك في قصة تحقيق لحلمك. صلي لأجلنا ونواصل الصلاة لأجلك. قصتنا النهاردة قصة حقيقية جميلة بعنوان العلامة الحمراء. قصتنا بتحكي عن طفلة جميلة حلوة اسمها كيتي شيلي. في صباح يوم 6 يوليو 1881، من وقت، كانت الطفلة كيتي شيلي بتلعب مع القطة بتاعتها في الحديقة، بس لاحظت ان الجو اتغير فجأة، بدأ يحصل عواصف وامطار رهيبة جدا، فدخلت من الباك يارد من الحديقة بتاعتها وبدأت تلاحظ من الشباك البلكونة ماذا يحدث بالخارج. وهي بتتفرج لاحظت شيء مرعب، وهو ان الجسر الموجود عند النهر انهار تماما، وكان يعني في ذهنها بسرعة انه في قطار في نفس الميعاد، بتبص في ساعتها عرفت ان في قطار هيجي، وبسرعة كيتي شيلي قالت: لو جه القطار دلوقتي كل الركاب هيغرقوا. قالت لباباها ومامتها: انا عايزة اروح اقول للراجل بتاع الجسر بسرعة لألا ما يكونش لاحظ ان الجسر وقع. قالوا لها: يا بنتي الجو عواصف، ده ممكن تموتي. قالت له: معلش يا بابا، ما هو انا لو ما متش، يعني لو ما خطرتش بالموقف ده، ممكن القطار كله آلاف الناس يموتوا فيه. وبعد إلحاح أخذت الطفلة شمسيتها وجريت حوالي بعد ميل ونص أو 2 ميل، يعني من ميل ونص لاتنين، مشيت جري في العواصف دي وهي ماسكة الشمسية بتاعتها، وبسرعة أيقظت العامل اللي عند الجسر وقالت له: الجسر انهار. فالراجل لقى الجسر انهار، ما كانش يعرف فعلا، وراح بسرعة من الناحية الأخرى وضع علامة حمراء كبيرة قبل ما القطار يعدي الجسر. وبسرعة القطار لاحظ العلامة من على بعد، علامة حمراء كبيرة جدا، وقف القطار. والركاب في البداية ما كانوش عارفين، اللي أنقذ حياتهم ربنا عن طريق كيتي شيلي، هذه الطفلة اللي خاطرت بنفسها وطلعت في العواصف الشديدة علشان تقول لعامل الجسر: خلي بالك، حط علامة حمراء. كل الجرايد طلعت في اليوم الثاني وهي بتقول: كيتي شيلي الفتاة التي أنقذت آلاف الناس الركاب.
عزيزي المشاهد، عزيزات المشاهدة، العلامة الحمراء. في علامات حمراء كتيرة في حياتنا ربنا بيحطها علشان نتحذر ونوقف القطر شوية. هتقول لي تقصد ايه؟ هستكمل معاك ما اقصده بعد ان نستمتع بهذه الترنيمة الرائعة مع المرنم دافئ الصوت منير حبيب. فابقى معي الى ما بعد الترنيمة. سألولو بحضنك من جهلي من شهواتي، لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. أدعوك تعال ففي قلبي شوق غامر، وبقربك يولد في عمري عمر آخر. إلهي أنت أحمدك أرفعك أشدو لك، إلهي أنت أحمدك أرفعك أشدو لك. القلب يغني فأسمع صوتك قد نادى، وأراك الحب أراك الفرحة والزادة. يغني فأسمع صوتك قد نادى، أراك الحب أراك الفرحة والزادة. النفس تهيم بك شوقا أنت مناها، وحياتي بقربك غالبة ما أبهاها. إلهي أنت أحمدك أرفعك أشدو لك، إلهي أنت أحمدك أرفعك أشدو لك. أحمدك أرفعك أجدو لك، سألوذ في حضنك من كل ما يواجهني. قصتنا النهاردة بعنوان العلامة الحمراء، وكيف شاركت كيتي شيلي هذه الطفلة في وضع علامة حمراء حتى لا يعبر القطار إلى الجسر الذي كان انهار، وفي الوقت ده كان القطار كله غرق في النهر. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، في تحذيرات كتيرة ربنا بيقدمها لي وبيقدمها لك وانت عارفها. يمكن ظروف صعبة، يمكن أمراض، يمكن مواقف صعبة وبتقول ربنا عمل كده ليه. هي علامة حمراء بيقولك خلي بالك، علامة حمراء ما تمرش، راجع نفسك. لكني أريد أن أشاركك في عجالة علشان البرنامج في علامة حمراء هامة. في سفر الخروج، طلع معايا وأصحاح 12 وعدد 13، يقول الكتاب: ويكون لكم الدم، دم الفصح، ذبيحة الفصح، ويكون لكم الدم علامة، علامة، يكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضرب الهلاك. ماذا يعني أن الدم علامة؟ كان البيوت اللي عليها دم يمر المهلك وينجي البكر، والبيوت اللي ما عليهاش دم كانت تهلك. رمز جميل لفصحنا المسيح، مكتوب في كورنثوس الأولى 5:7، فلنعيد لأن فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا. وعايز أديك أشاركك في بعض بركات دم المسيح. يعني إيه بركات دم المسيح؟ ماذا تحقق لنا من خلال موت المسيح لأجلنا؟ في عجالة طبعا، وارجع للموقع بتاعنا تلاقي الآيات دي موجودة كمان في هذه القصة. أول بركة في رومية 3:25 الكفارة، يعني ربنا بيغطي الماضي بتاعك وبتاعي بدم المسيح، مكتوب كفارة الآن بدمه. تاني بركة التبرير في رومية 5:9 يقول ونحن متبرون الآن بدمه. تبرير يعني كأني ما عملتش خطية. ثالث بركة اسمها غفران الخطايا، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، أفسس 1:7. رابع بركة اسمها القرب. واحد يقول لك أنا بعيد أوي عن ربنا، عايز أقول لك دم المسيح يقربك. أفسس
2 بيقول كده أفس 2:13 أنتم البعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. البركة 5 هي بركة المصالحة. إذا كنت معادي ربنا وحس بكراهية تجاهه وبتقول أنا زعلان منه هو يصالحك. مكتوب صانع عن الصلح بدم صليبه في كولوسي 1:20. ثم البركة رقم 6 تطهير الضمير. بيقول في عبرانيين 9 إن كان دم تيوس 9:14 دم تيوس وسيران يقدس ويطهر الجسد فكم وكم يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله يطهر ضمائركم من أعمال ميتة. يعني إيه دم المسيح يطهر ضميري؟ يعني الشعور بالذنب الخطايا اللي عملتها زمان ونازلة تنقح عليك. فعلا لا يوجد غفران ان الشخص يغفر لنفسه. كتير واحد يقول لي طب حتى لو ربنا غفر لي انا مش هقدر اغفر لنفسي. بدم المسيح لما تعرف ان المسيح دفع الثمن دم المسيح يطهر ضميرك. ثم في بركة 7 اسمها ثقة بالدخول الى الاقداس في عبرانيين 10:19 لنا ثقة بالدخول الى الاقداس بدم يسوع. واقول لك كمان بركة 8 اسمها التقديس يعني تبقى ملك المسيح يسوع لكي يقدس الشعب بدم نفسه عبرانيين 13:12. بركة 9 اسمها الفداء والتحرير افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب دم المسيح بطرس الأولى 1:18. هقول لك كمان بركة 10 لبركات دم المسيح التطهير دم يسوع المسيح ابن يطهرنا من كل خطية يوحنا الأولى 1:7. ثم بركة 11 التغسيل الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. التطهير الخطية كوباء التغسيل الخطية كقذارة. أقول لك كمان بركة رقم 12 الشراء ذبحت واشتريتنا بدمك رؤية 5:9. بركة كمان 13 اسمها تبييض الثياب رؤية 7:14 بيضوا ثيابهم بدم الخروف. وهختم معاك ببركة 14 وهي الغلبة الغلبة على إبليس. واحد يقول لي ما صح المسيح ممكن يفديني ويطهرني بس إبليس اسمع وهم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم. الغلبة على إبليس بقوة دم الرب. وبالمناسبة كل مرة بحضر كنيسة ولاقي في ناس عليهم شياطين بعيد عنك أول ما تكون الترنيمة عن دم المسيح صدقني الشياطين تصرخ لوحدها. رؤية 12:13 علامة حمراء بركات دم المسيح ينادي عليك تعال قل له اغسلني يا رب طهرني يا رب قربني يا رب بيض ثيابي. يعني ايه تبييض الثياب اللي هي قلناها في رؤية 7:14 يعني أعمالك تبقى نظيفة يعني طهرك جوه وبره. تعال له تنال هذه البركات الـ14 وأكثر في الحال إنها علامة جميلة. اكتب إلي كتبت إلي سأرسل لك كتاب حياتك في قصة هدية مجانية يمكن يكون كمان علامة حمراء تساعدك في الحياة الروحية. وأيضا سأرسل لك المرنم الحلو منير حبيب سي دي الترنيم حياتك في قصة الترنيم الجميلة اللي بتسمعها في هذا البرنامج. عزيزي المشاهد أختي المشاهدة أتركك في رعاية الله مع أحلى حياة وأنت محتمي في هذه العلامة. يكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. دي قصة حياتي شايفها يوماتي دي قصة حياتي شايفها يوماتي حاسسها في أمان.